بالثوابت الداخلية والخارجية وإرادة الحوار والانفتاح، وضع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عناوين برنامج عمل عهده. حكومة وفاق وطني تقود السياسات التنفيذية لطهران، يريدها أن تحقق الثورة بالمعنى الحقيقي وفي الجوهر منها حريات الشعب الاجتماعية والثقافية والعقائدية بشكل جدي. توجه رئاسي يسحب البساط من تحت حملات التشويه والشيطنة الغربية ويتصل بمفهوم إيران للعلاقة بين الدولة والشعب، إذ يقول رئيسي إن الإيرانيين مدافعون حقيقيون عن حقوق الإنسان ولن يقبلوا السكوت أمام الظلم والجرائم والاعتداءات على حقوق المظلومين العزل أينما كانوا، في قلب أوروبا أو أمريكا أو أفريقيا أو في اليمن وسوريا وفلسطين. وفقا لذلك يتمسك رئيسي بدور إيران في الدفاع عن المظلومين وإحقاق العدالة. لا يحيد الرئيس الإيراني الجديد عما خطته طهران لنفسها كقوة إقليمية وازنة لجهة صناعة السلام والأمن في المنطقة، كقاعدة لمواجهة الاستكبار. نهج رئيسي في هذا الركن من خطابه هو الحوار الحقيقي لحل أزمات المنطقة بعيدا عن التدخلات الأجنبية. الترجمة المباشرة لهذا الهدف إعلان رئيسي أنه يمد يد الصداقة والأخوة إلى دول المنطقة وخصوصا دول الجوار. برنامج إيران النووي سلمي بالمطلق، ونظام الجمهورية الإسلامية يعتبر أن استخدام الأسلحة النووية حرام شرعا. هكذا يشدد رئيسي على استراتيجية إيران، ولا سيما أن المفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي تحاول سلب طهران حقوقها، متمسكا برفع العقوبات كمدخل لأي مقترح دبلوماسي يحقق هذا الهدف.